والهيدروجين هذا نقدروا نستعملوه في كل ميادين، كوقود في السيارات، في الصناعه الكيماويه، في الصناعه تاع الحديد والصلب، يعني فيه بزاف يعني تطبيقات. يعني احنا اليوم شفنا كيفاش ما هما الامكانيات تاع البلاد كباحثين يعني في هذا الميدان، وعندنا تقريب 100 باحث في هذا الميدان، ودرك ننظموا صفوفنا باش نروحوا يد في اليد من افاق 2030، وما هما البحوث اللي لازم نديروها باش نكونوا يعني ما يروحش علينا القطاع. الهيدروجين هو اللي ربما نقولوا هو سي غاز ناتوريل ابارتير دو 2030، ما بعد 2030 الهيدروجين يعوض نوعا ما الغاز الطبيعي، وبودنا اللي بقينا من الغاز الطبيعي ومن البترول نديروا كل ما في وسعنا باش نخليوه للجيل الصاعد. عمل على دفع البحثي والتقوي فيما يخص الهيدروجين الاخضر، وكانت اليوم انطلاقه عن طريق هذه الورشه، ورشه اللي انطلقت اليوم وفيها خبراء من اللي ينتموا لوزارة التعليم العالي جاوا ساهموا في هذا الإطار، وما ينجموا يجيبوا كل الطاقات في هذا الإطار، وكل عمل الآن وكل البحث اللي يخص الهيدروجين الأخضر.